في العاصمة بيروت بيل المعرض للإنتاج السوري سيريا مود فعاليته التي استمرت لمدة 3 أيام على التوالي بحضور العديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. مثل ما عشنا جو المعرض كان عندنا أيام غنية بالعمل، كان غنية بالزوار القادمين من مختلف الدول العربية. هذا المعرض ميز بالإقبال جيد سواء من شقاء بالجزائر، بدول الخليج، بالزبراء العراقيين، اضافه لل بيقولوا نحن العميل اللبناني اللي عم يتطور سنه عن موسم عن موسم. هذا المعرض اللي كان تفاعل الناس معه كثير الحمد لله كثير جيد، سواء من ناحيه اعطاء صوره كبيره عن سوريا، انه حركه الانتاج والعجله الانتاج الجيده اللي عم تصير فيها، حجه الانتاج اللي تحركت بشكل عم تعطي تقنياته، اللي عم يراجع المعرض سنه ورا سنه عم يلاحظ هذا التطور التقني، سواء بالموضه، سواء بنوع القماش المستخدم، سواء بنوع الانتاج، حرفيه المنتج، انه عم ترجع لقلق الصناعه السوريه اللي ما قبل الازمه. هذا معرض سيريا المود، هي الدوره التاسعه عم نساويه هون بلبنان. طبعا ليش اخترنا لبنان كل مره بنقول السبب؟ انه اغلب الدول العربيه والزوار وحتى دول افريقيه ميسره بالنسبه له موضوع الفيزا، فعم بيجوا لهون، يعني بتكون قريبه علينا كسوريين، يعني كمصنعين عم نطلع لهون نحط نحن الرساله اللي بنوصلها دائما، انه الشعب السوري مع كل الظروف شعب حي. العالم كله شفنا بعيننا بيصدرنا الدم والقتل والدمار، نحن طالعين عاملين جهدنا واخدين وشاغلين لنقدم المصدر الموضه للعالم. وقد شهد المعرض توافد كبير للزوار من العراق وإيران والأردن ومصر والعدد اللافت للزوار اللبنانيين. المعرض حقق النتائج المرجوة من خلال تحقيق عقود تصديرية للمنتجات السورية المعروضة، وإثبات أن الاقتصاد السوري لازال يحتل المراتب الأولى بالجودة رغم الظروف الراهنة. الحقيقة هذا المعرض بيمتاز بهاي الدورة، وهي الدورة التاسعة، أنه توسع تقريبا بالعشرين 25% عن المعرض اللي قبله، وهذا دليل أنه الصناعة السورية بدأت تنهض الحقيقة، وخاصة هذا القطاع، قطاع الألبسة والنسيج، عم يتطور بشكل مضطرد بحكم الحمد لله أنه البلد عم تتحسن، وخاصة دخلت حلب. هلأ حلب هي خزان الصناعة النسيجية بسوريا طبعا، وفي توجيه من القيادة من السيد الرئيس والحكومة لإعادة المصانع اللي تدمرت كلها، عم تتموضع بأماكن، وفي الحمد لله يعني في توجيه ودعم لإعادة الصناعة كلها بكل اتجاهاتها. طبعا هي بالنسبة لها المعرض اللي عم قيمها خارج القطر هي من الفرص المهمة بالنسبة لنا كصناعة سورية للتعريف فيها وتأكيد حضورها، وخصوصا احنا متميز بالنوعية الجيدة والسعر المنافس، فنحن دائما نحاول نشارك بشكل مستمر بالفعاليات الاقتصادية خارج القطر، وهذا أكيد دعم للاقتصاد الوطني. الصناعيون أكدوا أن منتجاتهم وصناعاتهم في دعم الاقتصاد السوري وإعادته قويا كما كان، جنبا إلى جنب مع الانتصارات التي يحرزها جيشنا العربي السوري. معرض سيريا مود دورته التاسعة اختتم فعاليته بنجاح توقعه كل المشاركون، صناعة سورية باقية وراقية وحاضرة في ظل كل محاولات إرهابهم. نور الحاج، الإخبارية السورية، من معرض لبيل، بيروت.